وانا سايق من كام يوم جالي احساس ان في حاجة بتطاردني، خليته يعدي ألفت نظري البوسترات اللي هو حاططها، فحبيت أقرب وأشوف، بس هو كان سريع، كل ما أجي جنبه يجري. أخيرا عرفت أحصله وأخدت منه البوستر، وأخيرا عرفت إيه اللي بيطاردني. طيب دلوقتي أنا معايا البوستر، أعمل بيه إيه؟ مستني تعليقاتكم. أعمل بالبوستر ده إيه؟